في نموذج أسئلة استخدام اللغة العربية على نموذج في المدارس في مادة اللغة العربية. أنا الحين بس بدخل أسئلة ما راح أسأل أنا على نموذج تعودون أسئلة يخلونها واحدة. عندنا قواعد اللغة العربية. السؤال الأول شاهد محمد من حرفية الأطفال محارفة يقول ما تحت الخط محارف بين ما الخط تحت محمد ومن حرفية الأطفال. التلميذتان مجتهدتان استخرج المبتدأ والخبر وبين علامة إعرابه. ثانيا الطفل الثاني الوحدة حواته مرة وأن الوحدة حواته مرة ثانية على الجمل الجملة أحلى. ما هي جيم؟ ما هي الأفعال الخمسة وما هي علامة الجزمة؟ السؤال الثاني يقول يحب العراقيون والعراقيات السلام ويرفضون الأعداء والمحتدين رمزا خاطئا وقد برهنوا ذلك أمام كل الأعداء. ما تحته خط مفاعيل مختلفة بين ثلاث منها الخط تحت السلام ويرفضون الأعداء تحت الأعداء رمزا خاطئا أمام تحت يقول ما تحت خط مفاعيل بين ثلاث منها تعني أعرض اثنين من بين الأخلاق خطابا مفصلا في العبارة يقول يعني اثنين مين يقصد اللي موجودة يحبوا ويرفضون العراقيين واحدة من اثنين اثنين تعرض اثنين. السؤال الثالث اجعل المفعول به نائب فاعل لإحدى الجملتين وغير ما يلزم تغييره. زرع الفلاح الأرض ويقدم المعلم الدرس بوضوح. فأختر الجواب الصحيح من بين الأقوات لأربع من ما يأتي. يطلق على صباح ومساء ظرف فراغ مكان أو زمان. فراغ من أدوات نفس الفعل المضارع لم لم أنتم لم فراغ يجب تحملا لتحملان. أربع فاتح تفيد التوقيت في فراغ المساء أم الليل. لعل فراغ مصممون على أعمار البلاد المخلصون أم المخلصين. المحفوظات أجب عن واحد مما يأتي. أولا اكتب أربعة أبيات من قصيدة لشاعر حفظت له في مركزك المقرر واذكر اسمه. ثانيا اكتب ثلاثة أكثر من النثر المقرر في المنهج واذكر اسم فاعله. الإنشاء والتعبير اكتب في أحد الموضوعين. أولا تستقيم أمور الناس إذا أتقن كل واحد منا عمله. ثانيا المعلم ينير عقول الأبناء ويسلحهم بالحق أمام الباطل وبالفضيلة ليحصلوا الرضيلة وبالعلم ليقضوا على الجهل. النموذج الثاني من أحد المعاهد التدريس المشهور الأسئلة أيضا عن الشهر المعلم. أولا قواعد اللغة العربية 50 درجة. السؤال الأول عين فيما يأتي ثم اطرح كثرة التحريف بالإضافة مبينا نوع المضارع إليه. أولا علم الإعراب جميل. ثانيا عقيدة علي جديدة. رابعا يقول في الجمل التالية أسماء مرفوعة بين نوعها وعلامة رفعها والسبب. شارك في الميزان من كل خط في المهرجان الرياضي. شيدة البناء. أنت الطالب نشيطة. السؤال الثاني عين أداة النصب والفعل الموصول وعلامة نصبه والسبب. إن العراقيين لن يقصروا في أعمالهم. رابعا بين نوع لا وعلامة إعراب الفعل المضارع في الجملتين الآتيتين. ازرع ولا تقطع. ثانيا لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. جيم استخرج المفاعيل المختلفة مما يأتي واذكر نوع كل مفعول منه. نجح الطالب المجد نجاح. وقف الطالب المجد أمام علم العراق يحب الوطن ويضحي من أجله. سؤال السؤال أعرض ما تحته قصد الزرع وخط تحت الزرع يسرني أن تتفوقي في مجالات الحياة وخط تحت أن تتفوقي. كانت المعلمات ماهرات في التدريس وخط تحت كانت المعلمات ماهرات. رعبة الراقبان عظيمان
أكد الجملة ثم أدخل عليها فعلا يفيد التوكيد في التوكيد في زمن الماضي. فرح الدين اجعل المفعول به لاحق فاعل لإحدى الجملتين. كرمت الحكومة أبناء الشهداء يحفظ الشرطي الحمد. هات الأفعال الخمسة للفعل يجب. المحفوظات أجب عن واحد مما يأتي. أكتب فقرين من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبنه الحسن عليهما السلام. ثانية أكتب أربعة أبيات من قصيدة البستاني واذكر اسم قائلها. الإنشاء والتحرير أولا الإنحراف وطننا نبنيه بأيدينا ونحميه بدمائنا. ثانيا العمل سريعة الحياة الكبرى في كل زمان ومكان. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. أتمنى من طلبتنا الأعزاء أن يحاولوا حل الأسئلة ويشوفون ثم لكم حمد الحوض والامتحان. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا